في أجواء يغمرها الاشتياق للأهل والأحبة ترة والحزن لفراق أرض الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام ترة أخرى، حجاجنا الميامين وبعد أن من الله عليهم بأداء مناسك الحج لهذه السنة، ها هي الترتيبات جارية لعودة أول فوج منهم لأرض الوطن يوم غد 17 من الشهر الجاري، يضم أكثر من 800 حاج موزع على 3 رحلات، رحلتان إلى ورقلة تضمان 600 حاج، ورحلة للعاصمة تضم 250 حاج. حضرين إن شاء الله ننسقموا في روحنا باش نسهلوا للأهل وجوزنا الحج تاعنا بكل صحة وهناء إن شاء الله، وإن شاء الله نتمنى يكون الحج مبرور والسعي المشكور والذنب المغفور. صحابي رايحين إن شاء الله لو 17 وأنا نروح إن شاء الله لو 22 إن شاء الله نكون في الجزائر والهنا للجزائر ونطلبوا الشباب ربي يهنيهم. حجاجنا الميامين على إنهائهم مناسكهم بسلام والحمد لله عز وجل، انتهاء الموسم الأول بكل ما كان فيه من الصعوبات، الآن نحن نستعد للموسم الثاني والذي فيه شقين، شق الترحيل للمدينة المنورة حيث تبدأ رحلات المدينة المنورة هذا المساء برحلتين، ورحلات الترحيل أو المغادرة إلى أرض الوطن بثلاث رحلات غدا إن شاء الله. الإكثار من العبادات، حزم الأمتعة، توضيب والهدايا وتوثيق الذكريات في الأماكن المقدسة بالصور والفيديوهات، هي الساعات القليلة التي تفصل مغادرة أول فوج من حجاجنا الميامين من مكة المكرمة باتجاه مطار هوار بومدين الدولي، لحظات من الترقب والانتظار والشوق لضيوف الرحمن من الجزائر. عادي كي العادة، شوية حوايج الأولاد، شوية حوايج الشيوخ، شوية حوايج الأصدقاء، وانتجه بإذن الله. الليلة هذه نقول نكونوا في المطار، جبنا الشيلة على حساب المقدور، شوية هدايا الجوار، كاين الفقراء، كاين الأحباب. هذا وستتوالى الرحلات تباعا للحجاج الجزائريين، فاللهم هون عليهم سفرهم وأوصلهم الديار سالمين، حج مبرور وذنب مغفور وسعي مشكور.